ادخل. صباح الفل يا ناجي باشا. يا ابراهيم في ايه؟ ربنا ما يحرمنا منك يا رب. بقول لك ايه، انا ما بحبش البدايات دي، خش في الموضوع على طول. فلوس؟ ايه فلوس؟ اي مبلغ. بمناسبه ايه؟ كنت عاوز اشتري حاجه كده. هو هنا في حاجه تشتريها؟ اللي تجود بيه يا باشا، اي نفحه. خد، ما تطلبش حاجه تاني. ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الخير يا اشتر باشا. اهلا يا حسام، خير؟ مفيش اي حاجه يعني، مع سيادتك كده ماشي بيها نفسي. وانتوا مالكم النهارده؟ بس احنا يا باشا رايحين مع ياسر سوق الشجاعيه، سيادتك عارف يعني جاي من غير هدوم، ويعني كلك نظر يا باشا. خد يلا هدوم العزه يا باشا. مش عايز طلبات تاني. تحت امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى ناجي باشا في الدنيا، أدام الله عزك ورفعك إلى أعلى المراتب. آمين. الله يخرب بيوكو. الجود من شيم الكرام. يا سلام يا سلام. يلا 400 ليكوا كلكم، تفضل مع السلامة. يلا سنة حلوة يا ياسر، سنة حلوة يا جميل. يا ناجي بيك يا شباب، اليوم صار عمر ياسر 21 سنة، يعني من الوقت هاد صار هو المسؤول عن حاله، يعني صار زلمة قد حاله. ليش؟ أنا ما كنتش امبارح زلمة يابا، أنا مولود من بطن أمي زلمة. ها مظبوط مظبوط. إيه الزلمة؟ الزلمة. إيه الزلمة؟ بتاعت الفيل. طيب. كل سنة وأنت طيب يا ياسر، ده اللابتوب اللي كان نفسك فيه. إيش هذا؟ أنت كنت مشتري إلي؟ ما أنت قلت لي إنك أنت رايدر. لا، كنت مشتري ليك أنت. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا ياسر. طيب يا سوس. سمي كتاب الله. خد يا معلم. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يا ولاد الكلب، ده انتوا سحبتوا مني الفلوس امبارح عشان تجيبوا بيها هدايا لياسر. كل سنه وانت طيب يا ياسر. يا سلام يا سلام عليك يا ناجي بيك، هذا كله من خيرك. تسلم ويسلموا ايديك، والله يطولنا بعمرك. يا راجل ما تقولش كده، عيب. والحجه فاطمه ملهاش حس يعني؟ معقول نسيتني؟ لا يا عمتي، معقوله هات تفوتني؟ خد اشتري اللي بدك اياه. الله يرضى عليك. وهالمناسبه هذه حسمعكم نكته. البتاع مش ده البتاع هناك؟ اه هناك. البتاع هناك ولا يلا يا هناك؟ نكته قديمه مغبره. كيف يعني بلطجة سرقة هالحافي النتن بده يسرقنا بالشهر الكريم؟ والله ما اسكت له. قول له زياد، زياد ما راح يسكت لك يا فايز، وهالمرة ما راح تمر على خير. ايه يا ابو طارق مالك في ايه؟ فايز جوز اختي نقل سياجه مترين بعرضي وحاطط حواليه شيط مشلطين وقاعد بالارض. لا لا، كلمني بالمصري عشان انا تهت منك. اقول لك يا ناجي بيك، فايز سرق 400 متر من ارضي كلها حمضيات برتقان وليمون وحاطط مشلطين على الارض، ولا وطردوا الفلاحين اللي بيزرعوها. اه هي كده بقى صياعه وبلطجه يعني. انا كليت من هالكلب. طب اهدى كده وصلي على النبي، مفيش حق بيروح. هي ارضك فين؟ السجاعيه. والسجاعيه دي قريبه من هنا؟ ما بعرفش يا حجي، ما بعرفش لوين راحوا،
ناجي بيك قال لي بده ينام وطلع لفوق علشان ينام وقال لي اني اصحيه على السحور، طلعت اشوفه ما لقيتوش وما لقيت الشباب. مش جايز حد زعله ولا زعل حد من الشباب؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا حجه، انت ايش بتقولي؟ هالشي ما صار. اكيد هم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايز هو ابو طارق جاي عشان يعتذر لك ويبوس ايدك، وهو اقسم لي انه مش هيعمل كده تاني. بوس ايد عمك ابو طارق، وبوس كمان ايد الحاج فاطمه. مش تعمل كده تاني، ها؟ فاهم ولا لا؟ بلاش الحاجات دي عشان برضه يعني ابو طارق ده حبيبنا، ها؟ فاهم ولا لا؟ اقعد لنفسك كده وخليك ايوه كده. يلا عشان السحر سوا، بحبك قوي. اسمع يا ناجي بيك، بكره العصر ان شاء الله راح يجي ابني حامد ياخذكم بسيارته لاقرب نقطه من الحدود الاسرائيليه، يعني على بعد 15 كيلو متر تقريبا، بس المنطقه كلها مليانه اسلاك شائكه. طب وحنعدي ازاي من الاسلاك الشائكه؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة إخواننا من المقاومة عشان يساعدوك وتجتازوا الأسلاك. إخواننا راح يحفروا خندق صغير تسحفوا منه للجهة الثانية تحت الأسلاك عشان ما حدش يشوفه من الجنود الإسرائيليين الموجودين بأبراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخذوكوا لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين. وبعد هيك بتصيروا انتوا المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقكم يا ناجي بيك. يعني خلاص حسبونا يا ناجي بيه؟ ربنا يكرمنا يا حاجة، ادعي لنا. ناجي بيك يا ناجي بيك، والله العظيم أخذنا عليكم. ما تتصورش قديش حبيناك، ما تتصوروش قديش حبيناكم يا شباب، يا حلوين، يا أبطال. احنا كمان حسينا إن أنتوا أهلنا يا حاجة. أمانة أمانة، بس ترجعوا تبقوا مروا علينا ها عشان نشوفكم. أكيد إحنا كمان عايزين نشوفكم في مصر. هم بس يفتحوا المعبر حتلاقيني عندك. يا سلام، ده يبقى يوم المنى. في ضرب قريب. يعني إيش راح يكون؟ غير الصهاينة كل يوم والثاني يرعبون الناس. ياسر 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 عليك الشهادة يا بطل. ياسر 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 أخوي ياسر قاعد تعدو.